هذا الفيديو هذا غادي نعطيك اشنا هما التليفونات اللي كنشوفو حاليا ما كيستاهلوش الشراء. ما كيستاهلوش الشراء يعني بمعنى اخر انهم ما كيستاهلوش الثمن ديالهم، يعني زايدين شويه في الثمن. وغادي نعطيك البدائل ديالهم اللي تقدر تاخد سواء من نفس الشركه او من شركه اخرى. فاش نقول لك التليفون هذا ما كيستحق الشراء او لا، الثمن اللي محطوط به راه طالع واحد شويه، ما كيعنيش انني كنعيب لك لي برودوي كامل ديال شركه معينه اكس ولا بي. كنهضر على برودوي معين من شركه معينه، غادي نقول لك بلي هذا التليفون هذا راه غالي شويه وكاين بديل ديالو سواء من شركه اخرى او يقدر يكون من نفس الشركه. يعني من طبيعه الحال هاد الفيديوهات هادو راه ما يمكنش لكلشي يديرهم، وماشي ديما كيكونوا مره في مره كيكونوا. فاش كنشوف شي برودوي انه طالع شويه في الثمن وكنشوف بلي كاين بديل ديالو، كنحاول انني نوريك شنو تقدر تاخذ بلاصه اولا تاخذ شي واحد اللي قريب ليه. من طبيعه الحال الا سبق لك شريت شي برودوي من هاد البرودويات هادو اللي غادي نرشح لك البديل ديالو حاليا، فراه عادي جدا داكشي اللي فرصتك راك خديتو والله يسخروا لك. واول حاجه باش تدعمني نبقى ندير لكم بحال هاد الفيديوهات هادو، من طبيعه الحال نستمروا في الفيديوهات اللي ديما كنشارك معكم، هو تابونا في القناه وتابعني الا كتشوفني في فيسبوك. اول تليفون غادي نبدا لكم به واللي ماشي بزاف هذا باش دخل، واللي هو من اونر الاونر X7C. التليفون هذا الله دخل السوق وبان ليا بلي غالي شويه في الثمن، وكاين بدائل احسن منه بنفس الثمن او اقل. من طبيعه الحال الشركه ديال اونر راه كتحط تليفونات اللي زوينين في المغرب، وخصوصا في الفئه المتوسطه العليا كيحطوا دائما تليفونات زوينين. هادشي ما كيعنيش بلي البراند راه ما كتحطش تليفونات زوينين، غير هاد التليفون هذا جاني التسعير ديالو بلي غالي شويه وبانوا ليا بلي كاينين بدائل عليه. اول بديل غادي نرشح لكم بلاصه هاد التليفون هذا من نفس الشركه نيت من اونر، تليفون اللي زوين حتى هو وخصوصا بعد ما نقص الثمن ديالو، واللي هو الاونر X8A. التليفون هذا الا قرنا مع التليفونات هادو غادي تلقاو بلي الفروقات بساط بزاف، هذا فايتو شي حوايج اللي قلال بزاف. اول نقطه كتاخذ بعين الاعتبار هو البروسيسور، الا قرنا المعالج بين جوج ديال التليفونات غادي تلاقاو بلي 7 كيجينا بروسيسور من كوالكوم اللي هو سناب دراجون 685، والاكس 8A كيجينا بمعالج من ميديا تيك اللي هو الهيليو جي 88. ولا قرنا جوج معالجات هادو غنتلاقاو اللي تقريبا نفس الاداء كيعطونا، غير هو جي 88 غادي تلقى احسن واحد شويه في الالعاب. ثاني اختلاف اللي قدرت تشوفوه بين جوج تليفونات هو الاكس 7 كيجي ب 256 الاخر 128، ولكن بالنسبه لي انا ما نقدرش نزيد 500 درهم على ود 128 جيجا اخرى. بالنسبه للكاميرات راه 100 ميجا بكسل 108 ميجا بكسل ما كاينش شي فرق، وحتى الشاشه بجوجهم ال سي دي. ومن طبيعه الحال الفرق ديال الثمن كثير، فرق ديال 500 درهم غادي ديرها في جيبك تقريبا، ولا 450 درهم هذا كيدير 1450 درهم حاليا، وهذا كيدير 1900 درهم. فانا كنشوف الا بغيت تاخذ من نفس البراند من نفس اونر تقدر تاخذ الاكس 8 كيبان لي احسن. ومن طبيعه الحال الا باغي تاخذ نفس البي جي ديال 1900 درهم تقدر تاخذ تليفون اخر مثلا بحال ريدمي نوت 13، ماشي البرو نوت 13، هذا البرو من بعد نهضروا عليه. نوت 13 حتى هو حاليا فيه ثمن زوين 128 كيدير 1900 درهم، في ايكرون اموليد شحن سريع 33 واط، والمعالج نفسه اللي كاين في الاكس 7 اللي كان في الاونر اللي هو سناب دراجون 685، وهنا راه شاشه اموليد كما قلت لكم بنفس الثمن. حتى هو كنشوفه احسن من هذا التليفون هذا، وخصوصا من الناحيه ديال الشاشه، لان الثمن هو اللي تيحكم في السوق، الثمن بالمقارنه مع المواصفات. ندوزو لتليفون اخر واللي حتى هو ب 1700 درهم، مؤخرا دخلوا منافسين ليه واللي هو ريدمي 14 سي. ريدمي 14 سي بطبيعه الحال واحد السلسله، او لا ماشي غير 14 سي، 13 سي 12 سي، واحد السلسله اللي ناجحه بزاف في السوق عند شاومي. غير هو 256 اللي كدير 1700 درهم حاليا كاينين منافسين كيبان ليا تقدر تاخذهم احسن منهم. بالنسبه ليا 14 سي انا شخصيا افضل نسخه فيه هي النسخه ديال 4 128 اللي كدير 1300 درهم، ثمن زوين مقابل كتقدم قيمه مقابل السعر. هادشي ما كيعنيش الا خديت 256 راك مقولوب، راك خديت تليفون زوين. غير حاليا في هاد الوقيته اللي كنصور دخلوا تليفونات كينافسوه من طبيعه الحال من شركات اخرين ماشي من ريدمي. من ريدمي نيت تقدر تزيد 200 درهم وتاخذ نوت 13، وهانت واخد شاشه اموليد وكذا كذا. باش ما نطول عليك، البديل ديال 14 سي 256 او لا البديل ب 1700 درهم هو الانفينيكس هوت 50 اللي كيجي بنفس الثمن 256 وزايد في المواصفات، وخصوصا من الناحيه ديال المعالج. وراني ديجا درت لكم مقارنه بيناتهم بجوج، تقدروا ترجعوا ليها راه كاينه في الفيديوهات القدام لا في فيسبوك لا في يوتيوب، وتشوفوا الفرق بين هاد جوج تليفونات هادو. دابا غادي ننزلوا شويه الفئه الاقتصاديه، الفئه ديال 1000 درهم بالضبط. 1000 درهم لتحت، 1000 درهم لتحت فيها مجموعه من ديال التليفونات، كاين فيها ريدمي اطروا اكس، كاين فيها تيكنو جو 1، كاين فيها تيكنو جو نسخه ديال 2024، كاين فيها ايتيل A70. التليفونات هادو كاملين كيبقاو تليفونات اقتصاديه، وانا شخصيا عندي تيكنو جو 2024 داير فيه الدوزيام كارت الدوزيام واتساب خدام به في الاستخدام العادي، كيبقى تليفون ديال الاستخدام العادي، سواء هو سواء ريدمي A3 اكس سواء ايتيل A70 كيبقاو تليفونات فئه اقتصاديه، يوتيوب واتساب مكالمات، هذا هو الفئه الاقتصاديه ديال 1000 درهم 1100 درهم 900 درهم، هادشي اللي تقدر تشري باش نكونوا واضحين. ولكن من بعد خرجت سمارت 9. سمارت 9 بالنسبه لي حاليا هي افضل اختيار في جوايه 1000 درهم.
اللي عنده 1000 درهم لتحت هذا هو افضل اختيار. هذا احسن من تكنو جو، احسن من ريدمي اطروا اكس، احسن من ايتيل A70. قاعدوك تليفونات في فئه اقتصاديه اللي كنت كنرشح بلي تليفونات مزيانين في فئه اقتصاديه، حاليا تقدر تاخذ بنفس الثمن تليفون احسن منهم، خصوصا من واحد النقطه واللي هي اهم نقطه واللي هي المعالج. المعالج اللي كيجينا به سمارت ناف هو الهيليو جي 81 اللي كتعتبر حاليا افضل معالج. غادي تاخذ ب 1000 درهم في تليفونات من طبيعه الحال جداد اللي داخلين للسوق من طرف شركات فيهم الضمان، فيهم الا تحولنا لبعض التليفونات اللي تقدر تاخذ في المستعمل او لبعض التليفونات اللي كيدخلوا ماشي ديال الشركه ديال برا، من طبيعه الحال غادي تلقى بدائل احسن من سمارت ناف واحسن من هادوك كاملين اللي هضرنا عليهم. ولكن بالمقارنه مع شنو قلت لكم دابا فكيبقى سمارت ناف احسن من هادوك كاملين. حاليا تقدر تاخذه بقل من 1000 درهم. النسخه ديال 64.3 هي اللي كيتوفر بها نيت تيكنو جو 364 وهي اللي كيتوفر بها ريدمي الاطروا اكس. الفيديو هذا راه ديال اليوم ديال هذا التاريخ هذا، من طبيعه الحال راه السوق ديما كيكون فيه الجديد، ديما كيتبدلوا الاثمنه، وقت ما كاين شي حاجه جديده راه غنبوستيها معكم. وقت ما لاحظت شي حاجه تليفون حسن من تليفون او تليفون دخل جديد غادي نجربو نشارك معكم التجربه ديالته. ومن طبيعه الحال في الفيديوهات الجايين ما نقدرش نقول لكم امتى بالضبط، غادي نهضر لكم على التليفونات اللي فايتين 2500 درهم بحال هذا بحال هذا، تليفونات اخرين اللي منتشرين في السوق. غادي نعطيكم غادي ندير لكم مقارنه شامله، شكون اللي يستاهل شكون اللي ما يستاهلش، شكون اللي غالي شكون اللي حسن منه، هادشي كامل غادي نشوفوه في فيديوهات اخرين. فقط ما تنساوش الدعم ديالكم واللي هو لايك كومونتير وابوني في القناه، هذا هو الدعم ديالكم، ما غتعطيني حتى شي حاجه. ومطا بالحال اللي بغى يشري عندنا على خاطر وبغى يجي عندنا المحل مرحبا به، حنا راه كاينين في انسكان سوق الحريه. المهم راه جميع المعلومات غادي تلقاها في تحت الفيديو في اليوتيوب، العنوان ديال المحل السيت كلشي كاين تما. هذا الفيديو كان خفيف ظريف ونتمنى يكون مفيد كذلك. تلاقاو فيديوهات اخرين جايين قراب بزاف ديال الفيديوهات، في امان الله.